السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريم. اليوم رح نتكلم عن فوائد زيت جوز الهند، وفي حاجة يعني مرة مهمة في الموضوع، هي مش بس الحلقة عن فوائد جوز الهند وكذا، لا، هي عن اختراع، يعتبر هو اختراع على أساس تسهل لك عملية استخدام زيت جوز الهند. وبليز قبل ما نبدأ فيديونا اليوم، اعملوا سبسكرايب في القناة، فعلوا جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد، ويلا خلونا نبدأ. طبعا ايش فوائد جوز الهند؟ فوائده كثيرة، بس الأهم النقاط اللي أنا راح أتكلم عنها كلها تخص البشرة، وبالذات يعني بالأخص البشرة الوجه، أوكي؟ هذه هي حلقتنا اليوم. طبعا فوائد زيت جوز الهند هي أول شيء بنعم البشرة وبرطبها، ثاني شيء يزيل الخلايا الميتة والأوساخ العالقة بالجلد، طبعا مع خلطه بسكر خشن، ثالثا يقلل من ظهور حب الشباب، رابعا يقي من التجاعيد، خامسا يوحد لون البشرة، وسادسا واللي أهم نقطة بالنسبة للنساء، يعني أنه يستخدم لإزالة المكياج من الوجه. الاختراع اللي أنا بقول لكم عليه يفيد في إزالة المكياج، ويفيد في ترطيب الوجه قبل النوم، أوكي؟ والله أنا مو شايفة حالي، أوكي؟ بس حابة يعني مرة فرحانة في الشيء اللي أنا زويته. هو شيء يمكن كثير بيقولوا يعني اختراع بسيط، يعني جدا بسيط، ولكن عن جد أول شيء أنا إنسانة أكره التبذير، ولهذا السبب فكرت بهذا الشيء. عن جد إيش سويت؟ رحت اليوم رحت الصيدلية، فطلعت كذا في الشلف موجود كريم زي الروج، اوكي، تبرمه من تحت فيطلع وتحطي كريم في وجهك. فقلت بنت ليش ما انا بدل ما انا في جوز الهند في القارورة اجلس اطلع كريم، هو قاسي، احنا في ميشيغان وزيت جوز الهند يجمد، بالملعقة اجلس اطلع جوز الهند وفي الاخير تطلع الكمية اكثر من ما انا احتاج، وانا انسانة والله كرهي في التبذير. فايش قلت خليني اسوي جوز هند جوت مزيل عرق. كل اللي عملنا ذوبنا زيت جوز الهند، حطينا جوا، قفلنا، قلبنا، حطينا في ايش؟ ثلاجة. بس هذه هي. طبعا هذا بطريقة شفهية لا انا اقول لكم، ولكن اللي حاب، لان في ناس بصراحة بيحبوا يشوفوا طريقة عمليا كيف تتعمل، فيلا معايا خلينا نروح المطبخ. سو حنحتاج معنا بس زيت جوز الهند، طبعا لانه الجو بارد عندنا في ميشيغان، فال جوز الهند متجمد بهذا الشكل. فاول شيء حنبدا ناخذ ملعقتين من جوز الهند نحطها في وعاء او قدر صغير او هذا حقه القهوه التركيه، زي ما انتم شايفين الان حطيتها على نار هاديه على اساس يذوب زيت جوز الهند على الراحه، ما بدي اياه يوصل لمرحله الغليان، بس كذا يذوب شويه شويه. اوكي، سو ثاني شيء نجيب علبه مزيل العرق، طبعا هذا اصغر حجم، اشتريته من حق شلف السفريات بدولار واحد، صغير جدا لانه شيء حنستخدمه لوشنا، فحبيت اخذ حاجه صغيره. تخرجوا كل مزيل العرق وتغسلوا مضبوط مرة، لازم تغسل يعني لأنه إذا في بقايا حتعدم لك بشرتك، أي شيء فيه عطور لازم تنظفيه تشيليه. فالجزء هذا الشاب فحنزله لآخر شيء تحت، أوكي؟ فأنا راح أصب جوز الهند جوا هنا، طيب، والغطاء هذا الشفاف مرة مهم في الموضوع. ليه؟ لأنه بعد ما أقفله بالشكل هذا راح أقلب مزيل العرق، لأنه راح يسرب لي من هنا مع الضغط، ولأني حابة أوريكم في الأخير كيف الشكل وأقفله. خلاص، طيب، بعد ما خلصنا نحطه في صحن، نحطه في الثلاجة، أوكي؟ هذا هو زي مزيل العرق بس هذا جوز هند. طبعا إيش أسوي؟ أستخدمه كذا، عارفين، تمرريه على وجهك، خلاص كذا بهذا الشكل انت استخدمت الكمية اللي انت تناسبك. ان شاء الله يكون استفدتوا، بليز لا تنسوا تعملوا شير لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.